وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. مساء الخير دكتور. اليوم والبحرين تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، لو تحدثنا عن أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. من حق البحرين أن تفرح وتحتفل بهذا اليوم، يوم العمل الإنساني، لأن البحرين بقيادة السيد جلالة الملك قام ببرامج مبادرات إنسانية خلت دول كبيرة بدون أي تكبر أن تتعلم من قيم البحرين، من أخلاق البحرين، من تعامل بكرامة مع الآخرين. فمن حقكم أن تفرحون في هذا اليوم لهدف الأساسي تخليد العمل الإنساني وتشجيع الناس على المواصلة في هذا العمل والتفكير في الآخرين من أشقاء المتضررين وعندهم همومهم ومتحديات. فيسعدني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والتهاني إلى سيدي حضر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المقدسة حفظه الله ورعاه، ورئيس فخري ونفتخر به. ولا يمكن أن أنسى دور الحكومة الموقرة برئاسة سيد سمو رئيس الوزراء، لأن العمل الجبار اللي تقوم بالمؤسسة بقيادة سمو الشيخ ناصر لا يمكن تنفيذه لولا دعم جميع الوزارات، ما أغلط في أحد، التربية، الخارجية، التنمية، الصحة، الكل متعاونين معنا لإبراز دور البحرين، إضافة إلى الجمعيات المهنية الإسلامية الخيرية. جالس الملك العمل الإنساني في قلبه على طول، غير رعاية الناس داخل البحرين بشمولية وبكرامة، بحيث أن نوصل المساعدة لأبناء من الأيتام إلى حساباتهم بأسلوب راقي منظم، من دعم معيشي، من تربوي، من صحي، من إرشاد نفسي، من تعليم عن بعد، وكل الأمور. وجلالة الملك يأمن أن يعني حنا ما يصير مفتخر ويشوف آخرين مضررين من مبدأ الإنساني. فالبحرين على مواردها المتواضعة أكبر دولة ساهمت في غزة من بناء مدارس، مستشفيات، مراكز صحية، وفي الصومال أول دولة في خلال 20 سنة تقوم ببناء مبنى متعدد الطوابق لكلية للتعليم، مركز صحي، وآخر شيء لبنان شقيق، أول ناس في خلال 72 ساعة وصلنا تقدمنا مساعدات طبية، ولنا الشرف ومواصلين، والآن القائم بأعمال سفارة البحرين في لبنان علي المحمود موجود حاليا يتكلم مع المسؤولين لنقل الجرحى لإرسال الأطباء. عندنا مدير الموانئ شيخ أحمد بن محمد يتكلم مع زميله في ميناء بيروت إذا نقدر نساهم مع الدول بالإقليم لمساعدتهم. نتكلم أيضا في بناء مركز صحي في منطقة في لبنان، أي منطقة مناسبة لهم، ونفضل يكون يعني فيها مقتضى بالسكان اللبنانيين الأشقاء، وأيضا حزان السوريين اللاجئين، بحيث نضرب عصفور حصاية. دور مملكة البحرين في العمل الإنساني والله شيء يشرف. البحرين حصل على جائزة أفضل مؤسسة في العالم العربي، مو عشان الفلوس، لا، عشان البنت اللي تبرعت بشبكة زواج لغزة، للطفل اللي تبرع حصالته لفينا خير، للبحرينيين بثقافتهم وتعاونهم.
يعني من حقنا اليوم ان نحتفل بهالشيء. نعم. قبل قليل كان عندي اتصال مع اذاعه صوت العرب العريقه، الكل يفتخر بالبحرين داخل وخارج البحرين. نعم نعم، هي جهود كبيره ومشكوره في الداخل والخارج. الدكتور مصطفى السيد الامين العام للمؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه، شكرا جزيلا لك.